بس الصيف يعتبر من أكثر الفصول المؤذية لبشرتنا بسبب أشعة الشمس المتزايدة يلي نتعرض لها بشكل يومي، بالإضافة للحرارة المرتفعة يلي بتزيد الأثار السلبية للأشعة ما فوق البنفسجية أو الألترا فايلت ريز. بالإضافة للحروق يلي نحن ممكن نتعرض لها إذا طلعنا على الشمس بفترة الظهر، يعني من الساعة 10 الصبح للأربعة بعد الظهر، ممكن يطرأ تغيرات دائمة على البشرة بسبب التعرض الدائم والمستمر لأشعة الشمس. من هيدول التغيرات ومن أهمها هي التصبغات الجلدية يلي بتظهر على شكل نمش أو كلف على الوجه، وحتى ممكن تظهر على الجسم. طبيعة البشرة ممكن تتغير، فممكن تفقد رونقها ومرونتها بسبب تغير نوعية الكولاجين والإلاستين اللي موجودة، بالإضافة لظهور الأوعية الدموية السطحية على البشرة يلي ممكن ما نقدر نعالجها بالكريمات فقط، وهون ساعتها نحن بنضطر لاستخدام تقنيات مختلفة لعلاج هيدا التغيرات. بالإضافة لظهور الأورام الجلدية يلي بتنتج بعد سنوات عديدة من التعرض للشمس، وهي ممكن تكون عبارة عن سكويمس سيل كارسينوماز، بيسل سيل كارسينوماز أو حتى الميلانوماز، وهذه خطرة وعادة بتم علاجها بالجراحة. هلا نحن شو فينا نعمل لحتى أول شيء نوقف من هيدي الآثار الجانبية ونخفف منها؟ أهم بند نحن لازم نتعود عليه بشكل يومي هو وضع كريم الواقي من الشمس يلي بكون داخله مينيموم SPF 30 أو أكثر، ولازم إعادة الدهن كل ساعتين أو ثلاث ساعات، مش بس بفترة الصيف ولكن حتى بفترة الشتاء. الكريمات اللي ممكن نستخدمها يلي بتكون مفيدة لبشرتنا ويلي بتخفف النتائج السلبية للشمس هي الراتينويدز مثل الراتينويك أسيد أو راتينالدهايد. أكيد فينا نعمل كمان بيلز أو تقشير مثل البلو بيل، عادة نعمله بفترة الشتاء، فينا نعمله مرة سنوياً لإعادة إعطاء حيوية للبشرة ولتخفيف كل الأثار مثل التصبغات الجلدية اللي ظهرت بهالفترة وحتى تخفيف التجاعيد الخفيفة اللي ظهرت. آخر شيء بدي أحكي عنه هو الليزر جينيسيس اللي هي تقنية تشتغل عبر الدرمال هيتينج أو تسخين البشرة لحتى تخفف الأوعية الدموية السطحية اللي ظهرت عندنا بسبب الشمس، وإعادة تكوين كولاجين جيد وصحي، وإعادة إحياء البشرة نوعاً ما، بالإضافة لتصغير أو تسكير المسامات اللي بتكون موجودة.